يا مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة تي في في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامج في النور، حلقة النهاردة الأربع ختام الأسبوع. خليني طبعا في البداية أرحب بشنودة، ويا شنودة دايما بنسعد بحلقة ختام الأسبوع. طبعا بتبقى حلقة مختلفة. مساء الخير يا يوستينا، ازيك، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. مساء الخير على حضراتكم، وزي ما قالت يوستينا حلقة مختلفة، حلقة مميزة بنناقش فيها موضوع مختلف ومع مجموعة الأخبار، وان شاء الله يبقى موضوع النهاردة ينول رضا وإعجاب حضراتكم. عارف يا شنودة، في الفترة الأخيرة كده في موجة أو ظاهرة منتشرة جدا خاصة على السوشيال ميديا، بتتكلم على فكرة إن إحنا مش ضد الجواز ولكن إحنا ضد الإنجاب، وهي بتسمى يعني تحت مسمى اللا إنجابية. بمعنى إن الطرفين من قبل ما حتى يتجوزوا بيتفقوا إن أنا مش عايز أخلف، وإنتي لو موافقة على الكلام ده تمام، لو مش موافقة أنا مش هتنازل عن هذا المبدأ. تبدأ تسأل الناس دول طب أنت ليه ضد فكرة الإنجاب؟ هل أنت مثلا عايز تقلل من عدد سكان العالم مثلا، يعني عشان تنظم شوية في عدد السكان؟ يقول لك لا، أنا مش عايز أجيب طفل يعاني. يقول لك الجملة دي كده بشكل صريح. رأيك إيه في القصة دي؟ يعني يقول لك إحنا عايشين بالعافية فهنجيب ولاد كمان نصرف عليهم، وممكن الناس يكونوا بيبصوا لها برضه من ناحيه ثانيه، يقول لك احنا ايه عايزين نستمتع بدخلنا، ما التربيه مسؤوليه، ويعني بس لما تيجوا تبصوا للموضوع من الناحيه الاجتماعيه والثقافيه والسلوكيه في المجتمع المصري ده مش مستساغ عندنا يا أستاذ. يعني حتى الاهالي بيبقوا عايزين يفرحوا باولادهم، الجدود، يعني تكوين الاسره، يعني تكوين الاسره. فده ضد فكره، يعني برضه تحسي انها حاجه فكر، مش عايز اقول فكر شاذ ولكنه فكر غريب عن مجتمعنا المصري بتاريخه. هو في الاول وفي الاخر الاشخاص بيقولوا لك احنا احرار وعندنا حريه الاختيار ان احنا نجيب اولاد او ما نجيبش. الموضوع شايفين ان هو مش شيء اجباري ولكن شيء من الرفاهيه. يعني هم شايفين فكره الانجاب ان انا لو شخص عندي هذه الرفاهيه اجيب الطفل، لكن مش حاجه اساسيه. ويمكن ده اللي بيتعارض زي ما انت قلت مع فكر المجتمع، ان احنا شايفين ان الاسره دي من اجمل الاشياء، وان احنا يكون في تكوين اب وام ويجيبوا ولد او اثنين، فبالتالي فكر مجتمعنا مختلف. لكن اللي يخلينا نفتح هذا الموضوع علشان هذه الأفكار انتشرت بشكل كبير خاصة وسط الشباب والمقبلين على الزواج، ولدرجة زي ما بقول لحضراتكم لو واحد من الطرفين عنده هذا الفكر ولقى الطرف الثاني مش عايز يتبع هذا الفكر وعايز يجيب أولاد، يقول له لا شكرا مع السلامة، أنا مش هتنازل عن هذا المبدأ. فسؤالنا لحضراتكم برضو بيسأل عن هذه القصة، هل أنت مع أم ضد فكرة اللا إنجابية أو الزواج بدون إنجاب؟ هل أنت شايفها يا شنودة رفاهية وحرية اختيار، ولا رأيك إيه؟ لا، أنا شايف أنه في جزء إلزامي وفي جزء مجتمعي وفي جزء مسؤولية مجتمعية، يعني لأن ممكن طرف من الطرفين يجي بعد وقت يغير رأيه. طب أنا نفسي أحس بشعور الأبوة، نفسي أحس بشعور الأمومة، دي حاجة غريزية ربنا خلقنا فيها، فإحنا هنمشي على خلاف الطبيعة اللي خلقنا فيها ربنا أكيد. يعني أنا شايف إن أكيد هيجي وقت والأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة، يعني خلينا عشان هما هنا ما بقوش أباء أو أمهات لسه، هيحنوا شوية لحتة لا، هيشوف يعني ممكن يا سيدنا يشوف حد من أصحابه من قرايبه عنده بنت عنده ولد، طب وأنا مش هيبقى عندي؟ ده من يعني من الواقع اللي إحنا عايشينه، أفتكر إنها نسبة التزام الشباب بيها مش تبقى قوية. لعلمك بيقولوا يعني لما بتسأله هل أنت بتكره الأطفال يقول لك لا، ده أنا بحب الأطفال جدا مسؤولية. لكن أنا مش عايز أخلف. يعني هما مش بيبقوا كارهين الأطفال ولا هذا السن ولا ما بيعرفوش يتعاملوا معاه، لا هما بيبقوا مش عايزين هذه المسؤولية، مش عايزين أن هذا الكائن الجميل يكون بتاعهم، لا أنا ألعب معاه من بعيد لبعيد، لكن يبقى معايا في البيت واتحمل مسؤوليته والتعليم والكلام ده كله هما مش عايزين. فبعض الأشخاص بيقولوا أن ده تهرب من المسؤولية، البعض الآخر بيقول ده الناس اللي هي اتدلعت طول حياتها فمش متعودة أن هي تبقى مسؤولة عن حد، هي كل حاجة بتطلبها بتكون مجابة ليهم. فبالتالي الأفكار كتير حول هذه القصة. وعارف كمان يا شنودة في النقطة اللي أنت قلت عليها اللي هي الأشخاص دول وارد تفكيرهم يختلف مع الوقت، اللي بيأكد يمكن الكلام ده أن كتير قوي من الشباب المتابعين هذا النهج عمرهم 20-22 سنة، فلسه في بداية الطريق الدنيا. واحنا برضو عند جيل متطلباته والمتغيرات، وخلينا نقول متغيراته كتير، زي ما قالت يوستينا السن صغير، اللي انا النهارده شايفه انا 25 سنه غير ما ابقى 30 غير ما ابقى 35. فبرضو الفكره مع الضغط المجتمعي مع المسؤوليه مع 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 هي مش مستساغه، يعني حتى لو جت لفتره هم هيحسوا ده. تعالوا يعني نشوف العكس يا يوستينا، لما ناس ربنا ما بيديهمش طفل شوفي حالتهم النفسيه صعبة. بتبقى عامله ازاي؟ فيعني اعتقد ان بنسبه كبيره هي بس هوجه،
يعني او حاجه كده هتاخد وقتها، لكن مش هيبقى لها مستساغ في المجتمع. ده رايي الشخصي يعني. طيب خلينا برضو نشوف راي مشاهدينا، هل انتم مع ولا ضد؟ هل فعلا في ناس يعني بتؤيد فكره الزواج بدون انجاب او لا؟ ناخد برضو تعليقات كده سريعا من اللي اتكتبت لينا بمجرد ما طرحنا السؤال على صفحتنا على فيسبوك سي تي في ايجيبت. استر عبد الوهاب بتقول مساء الخير، لا طبعا اللي مش عايز اولاد ما يتجوز، لو حاملين هم ظروف الحياه وصعوبتها ممكن يكتفوا بواحد او اتنين فقط، وربنا بيسند وبيساعد، ربنا معاكم. دي وجهه نظر. هل في تعليقات تانية يا شنودة؟ في استاذ اشرف محروس بيقول لا طبعا ان يكون الزواج بدون انجاب، لان الحياه مستحيله بدون اولاد وهم اللي بيلموا علينا الدنيا. اه طبعا ده طبيعي يا استاذ اشرف. مستنيين برضو نسمع تعليقات منكم تاني طول الحلقه لحد ما نوصل للفقره. وخلونا بقى ايه نبتدي في الاخبار بتاعتنا ونتكلم على التريلات في شوارع مصر. كنا بنسمع التريلات في الدائري او في الطرق الصحراويه او في الطرق الزراعيه، لا بالليل. واحيانا عايز اقول لكم انا ممكن ابقى مروح هنا بعد الشغل بالليل والاقي عربيه او تريلا جت جنبي بقى في صلاح سالم، في جسر السويس، في اي طريق سريع زو، رغم ان التريلا دي مفروض انها ليها توقيتات وليها سرعه معينه. انا ليه بقول لحضراتكم كده؟ لان احنا النهارده عندنا حادثه في منتهى البشاعه في منطقه جسر السويس، منطقه العرب في جسر السويس. شابين دكاتره لسه في عمر الظهور، الدنيا بتتفتح قدامهم، بيعدوا شارع جسر السويس عند منطقه العرب، استاذ دكتور مينا وصديقه دكتور مينا عاطف ودكتور مينا جنيدي. احنا الصور قدامنا على الشاشه، تريلا جايه بسرعه جنونيه، وانا بقول لحضراتكم جنونيه يعني انا ببقى ماشي مثلا بسرعه 60، التريلا دي اقل 90 100 طايره مش شايفه قدامها، وعاده بتبقى من الحاجات اللي شغاله في المقاولات يعني او فاضيه او كده، فقادر ان هو يطير مش محمل حاجه. طبعا والده تلقى مكالمه من الاسعاف، راح لقى ابنه في المستشفى جثه هامده، والتاني دكتور مينا التاني تم بتر ساقيه. حادثه بشعه. احنا كل شويه بنتكلم على حادثه على التريلات، واحنا هنا بنتكلم جسر السويس ده يعني مش طريق سريع، جسر السويس ده طريق ليه سرعات. واللي حضراتكم شاف التطوير اللي تم في شارع جسر السويس من بدايه منشيه البكري لحد لما نوصل لحد اول طريق مصر اسماعيليه، الطريق مليان كاميرات رادار ومليان كاميرات بتاعه الحاله الامنيه ومليان كاميرات بتاعه الاشارات، مرشق كاميرات. النيابه طلبت ان تتفرغ الكاميرات و نشوف العربيه دي فين، خصوصا ان العربيه طارت، لا في رقم ولا في حاجه ولا في حد شاف. حتى الان لم يتم تفريغ الكاميرات، حتى لو المنطقه دي ما فيهاش كاميرا انا اقدر الوقت يتحدد وتتجاب التريل، يعني حتى لو اتحصر اصليه مش 50 تريلا في الشارع بيجروا، يعني لو الموضوع اتحصر في تريلتين ثلاثه اربعه هيتجاب وبالكشف وبالتحقيقات هيتجاب، ورجال البحث الجنائي قادين بشطارتهم ومجهودهم ان هم يجيبوها. الغريب ان لغايه دلوقتي لسه تفريغ الكاميرات اللي طالباه النيابه ما جاش. شابين في عمر الظهور لسه بيبتدوا حياتهم، واحد الله يرحمه والتاني رجليه الاتنين راحوا، لكم أن تتخيلوا حال هذين الأسرتين. ربنا طبعا يعزيهم، تجربة صعبة أو رجل واحدة يعني تجربة مؤلمة 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 بكل المقاييس اللي احنا بنتكلم فيها. طيب تعالوا نفهم أكتر الموضوع تم ازاي ونعرف تفاصيل اكتر. بيشرفنا يكون معانا على الهاتف استاذ عاطف سامي والد دكتور مينا عاطف ضحيه حادث جسر السويس. استاذ عاطف مساء الخير. مساء الخير يا فندم. الباقيه في حياتك يا استاذ عاطف وربنا يعزيكوا ويسندكوا. حياتك الباقيه تعيش، الله يبارك لك، تعيش يا حبيبي. الحادثه دي كانت يوم الاربعاء اللي فات يا استاذ عاطف. الحادثه دي يوم الاربعاء اللي فات يوم 15/5. الساعه كام؟ الساعه 1:30 بالليل. عربيه تريلا جايه سريعه والشابين كانوا يعدوا الطريق والعربيه تيجي تبتر رجل واحد وتخبط الثاني في دماغه وما يحطش منطق يموت. يتصل عليا راجل الاسعاف بالليل الساعه 3:30 يقول لي انت والد مين عاطف؟ اقول له اه في حاجه يا ابني. قال لي معلش هات البطاقه وتعالى على مستشفى السلام العام. اروح مستشفى السلام العام الاقي ابني، اسال عليه من على البوابه ما حدش عايز يرد عليا الا لما قالوا لي خش الاستقبال جوه. دخلت بتاع الاستقبال لقيته بيقول لي مين عاطف؟ قلت له اه. قال لي مين عاطف؟ في الثلاجه جوه. خدوا يا فلان وديه. كنت انا وامه واخواتي الاثنين البنات الساعه 3:30 وصلنا هناك الساعه 4 وحاجه. شوف المنظر
مغبوط في دماغه كأنها دايسة على دماغه بالظبط. جثة هامدة محطوطة في التلاجة، شاب في عز الزهور دكتور يتوفى في لحظة وانت بتعده عشان تجوزه، فجأة يروح منك. ده يرضي مين؟ ده يرضي مين؟ أنا بناشد جميع المسؤولين، جميع المسؤولين المسؤولين عن الطرق، وبناشد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجيب حق مينا، حق مينا وحق مينا التاني اللي اتبتلت رجليه وحياته كلها ضاعت. أستاذ عاطف، عشان خاطر سواق متهور يسوق بسرعة جنونية بالليل. شهود العيان او هل وصلتوا او حد تواصل معاك وعرف يوصل لكم رجال؟ انا رحت مكان الحادث بنفسي. والناس اللي كانوا قاعدين الناحيه الثانيه احنا سمعنا خبطه جامده جدا. قمنا نشوف لقيت عربيه تريلا خبطه لينا جنيدي على الاول ورجليه طايره من الناحيه الثانيه، ومينا عاطف مخبوط وشه طاير حوالي 20 متر قدام. معلش يا استاذ عاطف احتملني في الاسئله، انا عارف انها صعبه وقلبي معاك ويعني ربنا انا مش لاقي كلام اقوله لحضرتك غير ان ربنا يسندك. احتملني في سؤالي، لما حضرتك رحت المكان هل في اي كاميرات سواء بتاعه الرادار او رصد الحاله الامنيه اللي هي الكاميرات اللي بتبقى صغيره او كاميرات الاشارات قريبه من مكان الحادث؟ لقيت كاميرا بتاعه مرور وبايظه مش شغال. انا رحت عشان ابص على الكاميرات، ابص يمكن الاقي حاجه، انا اشوف الحادثه حصلت ازاي، اتقص على اي حاجه تفيدني. ما لقيتش الا كاميرا بتاعه مرور وبايظه مش شغاله. طريق ده سريع ازاي بالليل يبقى في كاميرات مش كاميرات؟ ليه الكاميرات اللي بعديها ده تقريبا كل اقل من كيلو بيبقى فيه كاميرات متنوعه، يعني برضو ما حاولتش حياتك تسال مع رجال المباحث مع النيابه؟ ما فيش اي تحرك؟ سال، قالوا هنجيب الكاميرات اللي على العواميد اللي هي تبع الحكومه وهنفرغها. الغريب حتى الان بقى بعد اذن حضرتك، هم الشاب ده اللي راكب العربيه ده ضارب ثلاثه في 1000 مات كان قبلها بمحطه ونفس الموضوع ماتوا. نفس العربيه يعني خمسه خدهم في طريقه وهو ماشي، يعني هو عمل حادثه تاني غير حادثه دكتور مينا ودكتور مينا؟ غير حادثه مينا ومينا، يعني نفس العربيه موتت خمسه بتجري وراه. طيب هنا بقى معلش معلش يا استاذ عاطف واسمح لي، يعني هنا سؤالنا للكاميرات. اولا عندنا كاميرات المرور اللي بترصد الحاله المروريه، وعندنا كاميرات الرادار، وعندنا كاميرات الاشارات. اذا كان في كاميرا متعطله اللي بعديها بيبان. اصل هي يا جماعه مش 50 تريلا في الشارع بالليل، يعني تريلتين ثلاثه اربعه خمسه فيتجابوا. مفروض ان احنا النهارده سؤالنا لرجال البحث الجنائي ورجال المرور كل التقدير ليهم، ولكن أب عايز يعرف الجاني، ومن حق النيابة ومن حق الـ 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 المجتمع كله، ده راح فين؟ احنا النهاردة بنتكلم في ناس تاني كمان ماتت. فسؤالنا موجه لوزارة الداخلية، السادة المحترمين، تفريغ الكاميرات، لأن هو ده الأساس، هو ده اللي احنا عارفين إن في كم كاميرات كتير. فمن فضلكم يعني احنا نتمنى ان احنا نشوف ده في القريب العاجل. استاذ عاطف انا يعني فعلا بجد انا مش لاقي كلام اقوله لحضرتك، ومقدر الحاله النفسيه اللي انت فيها. انا ثاني عاجز عن الكلام ومش قادر اتكلم. انا عارف يا حبيبي، يعني كلنا اباء وكلنا يعني انا مش عارف. ربنا يعزي قلوبكم يا استاذ عاطف، وطبعا يعني نطمن على والده دكتور مينا مدام مريم. بنرحب بيكي معانا وربنا يعزي قلبك في مصابك الاليم، يعني كارثه وحادثه صعبه جدا. مدام مريم، مدام مريم سمعنا؟ نستأذنك لو تكلمينا من التليفون. مدام مريم نرحب بيكي معانا. طيب لو أستاذ عاطف لسه سمعنا حضرتك معانا يا فندم؟ معانا يا أستاذ عاطف؟ أنا معاك. ماشي. طيب كنا بنسأل حضرتك دلوقتي على متابعتكم لتحركات المباحث ويعني رجال الشرطة، وصلتوا لإيه وبعد مرور أسبوع كامل على الحادثة إيه الجديد؟ صدقيني هي لغاية دلوقتي مفيش جديد، كل ما في الموضوع إن المباحث لسه بتدور على العربية وعلى الراجل اللي هو السواق. مسكوا عربيتين اللي انا سمعته، مسكوا عربيتين، اربع عربيات يا رب، قالوا لي اربع عربيات. والاثنين مشي، والاثنين اللي فاضلين دلوقتي هم بيحققوا معاهم بشاكين فيهم.
يعني دول كلهم مشتبه فيهم، فالمباحث قبضت على 4 سواقين بعربياتهم وبتحقق عشان توصل لمين المجرم في الحادثه دي. تخيلي حضرتك 4 عربيات من غير نمر محملين زلط طرق ورمل وبيحطوا في المشاريع الجديده من غير نمر عشان يرموا يجروا ونزلوا ويجيبوا تاني. حضرتك بتقول نقطه مهمه هنا لازم نقف معايا الحقيقه، ما ينفعش تعدي في الكلام كده. حضرتك بتقول عربيات من غير نمر، مسكوا 4 عربيات تريلات من غير نمر لما عملوا لهم كمين بعد الموضوع دوت، ومشوا 2 واثنين التانيين بيحرقوا معاهم. ودي الكارثه الاكبر، وده اللي بيشكل صعوبه في ان احنا نوصل او ان الداخليه توصل للمجرم ان هو ماشي من غير نمر. طيب نستاذنك لو مدام مريم ينفع تكلمنا. هات معايا. اتفضل. ايوه مع حضرتك. يعني ربنا يعزي قلبك يا مدام مريم في الحادثه الصعبه اللي بتمروا بيها، وربنا قادر يعني يديكي التعزيه. لو تكلمينا على برضو ايه اللي حصل معاكوا في اليوم ده، ودكتور مينا نفسه هل متعود ينزل في المواعيد دي وده طريقه كل يوم؟ يعني احكي لنا اكتر على حياته بتكون عامله ازاي في العادي. حياته راحت عشان اهمال ناس ومفيش اهتمام بالطرق احنا ذنبنا ايه؟ ذنبنا ايه اللي ابني يخرج ما يجيش؟ انا ذنبي ايه لناس مهمله؟ ليه ما فيش كاميرات في الاماكن دي؟ والعربيه من غير نمر من غير نور، يعني لو كان في نور كان ابني شاف النور ما كانش عدى. احنا ذنبنا ايه؟ ذنبي ايه؟ انا رب واكبر ابني يبقى دكتور ومستنيه بقى ان انا احصد الزرعه اللي انا زرعتها. يعني انا اعمل ايه؟ انا هتجنن، انا مش قادره اعيش من غيره. مش قادره. منهم لله. وفين الناس اللي المسؤولين فين؟ فين ازاي طريق زي ده يبقى ما فيهوش كاميرات؟ ما فيهوش يعني ما فيش الناس اللي هي بتشوف النمر. ليه يمشوا عربيات من غير نمر؟ ده بيقولوا جوزي لما راح سأل في المكان دلوقتي هو لسه جاي، قال له كل العربيات اللي بتمشي بيننا من غير نمر. كل العربيات اللي التريلات دي بتمشي من غير نمر. فين المسؤولين؟ فين؟ احنا ذنبنا ايه؟ ده في منطقة العرب في جسر السويس. منطقة فاضية. ما فيهوش بتاع ده كاميرات. ليه؟ حرام عليهم، حرام. ليكي كل الحق في الاسئله اللي بتساليها، واحنا الحقيقه بنضم صوتنا لصوت حضرتك ولصوت والد دكتور مينا. ايه ذنب هؤلاء الشباب ان هم يكونوا نازلين من بيوتهم رايحين شغلهم وبيشقوا يعني في نص الليل حتى نازلين للقمه عيشهم تكون النتيجه نتيجة بقى ما فيش إنارة، عربية ماشية من غير رقم، ماشية عكس أيا كان بقى كل هذه المبررات؟ إيه ذنب هؤلاء الشباب إن هم يفقدوا حياتهم في لمح البصر بهذا الشكل؟ يعني بنعزي حضرتك مرة تاني بكل تأكيد يا مدام مريم، ربنا يعزيكوا كلكوا ويقويكوا على هذا المصاب الأليم. خلينا أكد يا أستينا على كلامك. هو أنا بعدي في جسر السويس كل يوم بالليل، من أول جسر السويس من أوله لآخره أنا بشوف لجنب النهار، لكن بالليل ما شفتش. يا جماعه من فضلكم لجان، انا مش بطلب لجان مرور، لجان اللي بتكشف عن المرور اللي بتكشف عن الحاله الامنيه ال انا بقالي فتره باجي من جسر السويس بالليل. بالنهار بصراحه بتوقفنا لجان وتشوف الرخص وتشوف وزي الفل، بس انا بالليل مع التريلات دي وتكرارها انا محتاج لجان يا جماعه في جسر السويس على الاقل في نصه، في اوله، في الحتت اللي هي بيجروا فيها. طبعا المرور عامل اشارات كل فتره، يعني كل مسافه فيه اشارات وفي كل الكلام ده، لكن لجنه بتلجم يعني لو في لجنه وده جري ووقفته اللجنه هيتجاب. فانا مش عارف، انا بعدي من طريق شغلي، انا ما بشوفش في جسر السويس لجنب الليل عشان الناس اللي زي، ومش جسر السويس بس، في برضو مناطق تانية بتجري فيها التريلات. يعني احنا مش بنقلل من جهد رجال المرور ولا بنقلل من جهد الداخليه، احنا بنتكلم يا جماعه على جنون التريلات جوه المدينه وخارج المدينه. ربنا يرحمهم يا رب، ربنا يرحم الدكتور مينا ويصبر اهله، ربنا يشفي دكتور مينا الثاني ويقويه على التجربه الصعبه اللي هو فيها. هي دايما يا شنوده لما بنلاقي اي كارثه بقى عندنا طرفين اساسيين في هذه الكوارث، يا تريلا يا ميكروباص. دايما حوادث الدائري، مختلف الحوادث دايما النوع ده من النقل هو بيكون سبب كل الكوارث. محتاجين يكون في معامله خاصه لهذه الوسيلتين، يكون في رقابه اشد على هذه الوسائل، محتاجين تحرك بشكل ما علشان مش كل يوم والتاني نطلع نتكلم على حوادث بهذا الشكل واحنا مش بنعد في ارقام، دي ارواح ناس
بنتكلم على أسر. يعني احنا سمعنا صوت والدة دكتور مينا ووالده عاملين ازاي. دكتور مينا التاني اللي فقد رجله في هذه الحادثة نفسيته مدمرة تماما نتيجة طبعا الكارثة اللي هو بيعيشها حاليا، ربنا يقويه على هذه التجربة الصعبة. فاحنا لنا ان نتخيل دي حياة ناس مش مجرد ارقام بتفقد وخلاص. خلينا نروح مع حضراتكم لملف البترول والغاز والاكتشافات الجديدة. النهاردة وزير البترول الدكتور طارق الملا بيعلن عن كشفين جديدين في منطقة البحر المتوسط، وده الحقيقة بالشراكة مع شركة شل. النهاردة المهندس طارق الملا كان مجتمع مع نائب رئيس شركة شل العالمية وأيضا مع رئيس الشركة في مصر، وفي إطار هذا الاجتماع تم الإعلان عن هذه الكشوفات الجديدة وهم في البحر المتوسط. الكشف الأول باسم مينا غرب والكشف الثاني باسم خوفو. خلينا نقول أن الحقيقة العلاقة ما بين مصر وشركة شل تم التأكيد على أن هي تعتبر يعني شريك استراتيجي للدولة المصرية في هذا المجال، في مجال الغاز الطبيعي والطاقة وكل هذه الأمور. شركة شل في مصر بقالها أكتر من 100 سنة شغالة في هذا المجال وبتتوالى من خلالهم الاكتشافات. وفي إطار الاجتماع كمان تم التأكيد على أن الشركة بتستعد أكتر أن هي تطور من خطط العمل الخاصة بيها عندنا داخل مصر وتطور في استراتيجيتها، وده يعني هيتمثل في تكثيف الجهود سواء في الاكتشافات أو كمان تطوير المشروعات اللي شغالين بيها في الفعل أو فيها يعني بالفعل، زي تطوير مشروع غرب دلتا النيل العميق. احنا وصلنا فيه لمراحل عديدة، حاليا في كلام عن تنمية المرحلة العاشرة والمرحلة الحداشر في هذا المشروع. فلكم أن تتخيلوا يعني هذا الجهد. احنا نتكلم زي ما قلنا شركة بقالها أكتر من 100 سنة عندنا في مصر. دايما بنأكد أن هذا المجال وهذا القطاع واعد جدا، وإحنا بنتكلم في الطاقة، وإحنا بنتكلم دايما أن العالم يعني من ضمن الأشياء اللي بتؤثر فيه بشكل كبير واللي بتغير في الأمور هو ملف الطاقة. فإذا احنا شايفين جهود كبيرة بتقوم بيها الدولة بالشراكة مع كبرى الشركات زي شركة شل واللي بينتج عنه هذه الثمار زي الاكتشافات الجديدة. فطبعا كل التحية لكل من شارك في هذه الاكتشافات الجديدة. الخبر اللي جاي ده معانا يا جماعة ليه ارتباط باللي احنا فيه اليومين دول، بالأزمة الاقتصادية والدخول والأسعار، ولكن بطريقة غير مباشرة. احنا دايما بنبص للأزمة والسعر وسعر الصرف والدخل والمرتبات ونطالب بزيادة، ولكن وإحنا بنبص لده لازم نبص لسوق العمل محتاج خريج شكله إيه، ومش خريج من الجامعة، خريج من حضانة، من أول حضانة بيتأسس إزاي، ابتدائي إعدادي ثانوي جامعة، العملية التعليمية. يمكن برضو إحنا سمعنا خلال الأخبار اللي تولناها مع حضراتكم خلال الفترة اللي فاتت مجهودات بتتعمل من وزارة التربية والتعليم ومجهودات من وزارة التعليم العالي، تطوير الثانوية العامة والسنة الإضافية وتوجيهات سيادة الرئيس لما قال أنا مش عايز الخريج اللي بيطلع مش عارف ما أقول الكلام ده كله. تعالوا بقى نشوف الخبر إيه علاقته باللي أنا بقوله ده. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ويتبع رئيس الجمهورية مركز للتعليم والبحث والابتكار، بيشكل برئاسة مين؟ برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة. ده كلام جميل. في حد تاني؟ أيوة. يضم المجلس بقى عددا من الخبراء المتخصصين، أساتذة جامعات، خبراء تربويين، خبراء في التعليم ما قبل الجامعي، التعليم الجامعي، رجال أعمال. الجميل بقى إن في رجال أعمال ليه؟ دول الاقتصاد، دول الصناعة، دول السياحة، دول التكنولوجي، دول المستقبل. فدول اللي يقول لك أنا محتاج إيه، ورجال الأعمال اللي هم عندهم شراكات مع شركات أجنبية أو كيانات مصرية كبيرة مشغلة ألاف من الموظفين في كل التخصصات. ليه بقول كده؟ عشان يبقى الخريج اللي متخرج ده دخله على قد تعليمه، يوازي تعليمه، ما بقاش عندي يقول لك أنا اتخرجت باخد 2000 جنيه هعمل إيه بال 2000 جنيه؟ هتجوز ولا هركب مواصلات ولا باخد 3 ولا باخد 4؟ هي دي بقى القصة كلها هنا. يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل 6 أشهر على رئيس الجمهورية، ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بجميع أنواعه وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينهما والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم. وزي ما بقول لحضراتكم التعليم
التعليم من كي جي 1 وكي جي 2 لحد ما بيتخرج من الجامعة، هو ده التعليم. ما ينفعش أجي في جامعة أسس حاجة هو ما تأسس عليها في حضانة، الفكر والثقافة والياخد ويدي ويفكر والبحث. الكتاب المدرسي اللي فيه منهج ده وننجح آخر السنة ما يأكلش عيش، ما يفتحش بيوت، ما يعلاش بمستوى اقتصادي لمجتمع. كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ما قبل الجامعي والجامعي، وتطوير نظام التشغيل وقنوات التنسيق. طبعا ده نقدر نقول اللي هو ممكن يعني وجهة نظري يعني واعتقد ان انا بتكلم صح، اللي هو هيقود عملية الحوار المجتمعي. هذا المجلس بإشراف تعليمات سيادة الرئيس، إشراف معالي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء المختصين وبقية أعضاء المجلس يقود بقى الحوار المجتمعي لتطوير التعليم. هل أنا بقى محتاج هنا إيه، مش محتاج هنا إيه، التجربة كانت سلبية كانت إيجابية، نغير نطور نعمل، يبقى فيه نوع من المرونة. طيب تعالوا نفهم بقى أهمية هذا المجلس وتأثيره خلال المرحلة القادمة. بيشرفنا يكون معنا على الهاتف دكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة. دكتور عاصم أهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم وكل الساده المشاهدين. اهلا بيك دكتور عاصم. خطوه اكثر من رائعه في هذا التوقيت للتطوير، تطوير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، ويبقى في حاله من الحراك في هذا الموضوع، شايفها ازاي يا دكتور عاصم؟ الحقيقه انا شايف ان انشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار والبحث العلمي ده اهم حدث تعليمي في 24. ايوه فندم. الحقيقة طبعا لو احنا بنبص على المسار العملية التعليمية سواء في التعليم قبل الجامعي أو في التعليم الجامعي هنشوف ان في مشاكل موجودة وان الناس بتشتكي من بعض النقاط. طيب المسؤولين بيبذلوا جهود ولا ما بيبذلوش جهود؟ بيبذلوا جهود كبيرة جدا سواء في التعليم قبل الجامعي أو في التعليم الجامعي. لكن هي المشكلة فين؟ المشكلة ان مفيش تنسيق بين هذه الجهود. أيوة. يعني اللي بيخلي بقى فيه مشكلات تظهر ان الجهود دايما بتبقى العمل في جزر منعزله. فاهميه انه يكون في مجلس وطني للتعليم بيشوف الصوره بشكل كامل، رؤيه كامله يا دكتور، رؤيه كامله من حضانه الجامعه، ويبقى في توحيد للاستراتيجيات والرؤى والاهداف، ونبقى عارفين احنا طالعين منين ورايحين فين من البدايه. أيوة. وكان حضرتك في البدايه اشرت الى ان ده بيبدا من رياض الاطفال، ودي حقيقه فعلا لازم تبقى السياسات العامه للتعليم موحدة والرؤى والأهداف واضحة للجميع والجميع يسعى في اتجاه واحد. وده اللي هيعمل أو ده اللي هيعمله أو هيقوم عليه المجلس الوطني للتعليم. صحيح. عشان ما يبقاش في عندنا جهود بتبذل وما يبقاش لها ناتج على أرض الواقع نتيجة إن هي ما فيش حاجة بتكملها. عندنا برضو في جزئية مهمة في المجلس الوطني للتعليم والابتكار. لأن احنا عندنا مسارات رعاية الموهوبين في التعليم قبل الجامعي تختلف تماما عن التعليم الجامعي. صحيح. يعني عندنا مثلا مدارس الموهوبين والمتفوقين اللي موجودة دلوقتي في التعليم قبل الجامعي، ايه الامتداد بتاعها الطبيعي اللي موجود في الجامعة؟ هنلاقي ان المسارات المكملة لهذا المسار في الجامعة متباينة ومختلفة ومش بنفس القدر من التنظيم كما هو في التعليم قبل الجامعي. بقية الدور. ايوة دكتور. علشان كده احنا محتاجين فعلا ان يبقى في جهة او حاجة بتنسق هذه الجهود، بتوحد الجهود لتحقيق اهداف معينة واضحة ونقدر نستفيد منها في خطة التنمية. يعني يبقى في رؤية كمان للربط بين التعليم وبين سوق العمل اوضح واكثر كفاءة واكثر دقة، وما يبقاش في جهود بتبذل بدون عائد. يعني تمام يا دكتور عاصم. دكتور عاصم انا برضو لو سمحت لي عندي سؤال، لانه بيجي في ذهن المشاهدين وبيجي في ذهني واي حد بيسمع هذا الكلام، التجارب السابقة يجب أن تؤخذ في الحسبان، السنوات التي أضيفت، السنوات التي اقتصت من بعض كده. إحنا كمان بقينا في وقت تكلفة إن إحنا نصلح حاجة بقت بمليارات، فيعني نتمنى أن يراعى موضوع التجارب السابقة ويراعى أيضا الحاجة اللي هتنجز معايا، اللي هتحقق لي حاجة. تتفق معايا في كده يا دكتور عاصم؟ وكمان في حاجة مهمة ده اللي حضرتك أشرت إليه مهم جدا، وحاجة مهمة كمان إن دلوقتي مش هيبقى عندنا في تغيير مستمر في السياسات. أيوة. اللي بتتبعها وزارة التربية والتعليم. صحيح. مثلا هم ماشيين وفق استراتيجية. لا ده احنا هيبقى عندنا قواعد عامة. صحيح. الدنيا كلها ماشية عليها سواء في التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي. فوحدة أصلا كمان الـ الأهداف، وإن يعني عدم قابليتها
التغيير بتغير الوزير ده شيء مهم جدا. صحيح. لان هيبقى عندنا دلوقتي عمل واستمرار للعمل وعندنا حاجات بنشيلها او حاجات بنضيفها وفقا لاراء المتخصصين واراء الخبراء. صحيح. وده بيخلي النظام التعليمي اقوى واكثر قدره على العطاء واكثر قدره على الاستمرار في التطوير. صحيح. دكتور عاصم، نتمنى ان احنا نشوف يعني نتائج ونشوف حاله حراك مجتمعي بالتنسيق طبعا مع الدوله وهذا المجلس الرائع. دكتور عاصم حجازي، استاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعه القاهره، بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. قبل ما نكمل بقيه اخبارنا، نفكركم مره تانية بسؤال حلقتنا واللي ليه علاقه بفقرتنا الرئيسيه، وهل انت مع ولا ضد فكره الجواز بدون انجاب او مصطلح اللا انجابيه؟ عندنا ماريان كمال بتقول مع الفكر ده بس اول سنتين بحيث يكون كل شخص فهم التاني، ولو مرتاحوش يبقى ما فيش أطفال هتتظلم، لأن أنا دايما بشوف أن الإنجاب أول الزواج مش في صالح الأطفال لو هيطلع في أسرة غير سوية. حضرتك هنا بتتكلمي على فكرة تأجيل الإنجاب لحد ما الطرفين يكونوا عندهم تفاهم وقادرين يفهموا بعض، فبالتالي الأطفال ما يعيشوش مشاكل بداية الزواج. لكن الفكرة دي مختلفة تماما. الناس دول بقول لحضراتكم في البداية هم أصلا من قبل الجواز، من وقت اختيار شريك الحياة، هم ده يعني بند أول عندهم إن أنا مش هخلف، إن أنا مش عايز الطرف اللي معايا يقولي فكرة الأطفال تماما. عفت رمزي كتبنا بتقول حضراتكم منورين الدنيا، دويتو جميل جدا، نشكرك يا مدام عفت. وبتقول لنا أما بخصوص الجواز، الجواز بدون أولاد يعني لابد من وجود أولاد، ولكن لو يعني الموضوع له علاقة بمشكلة سكانية فهي مع الفكرة. حقيقة دي نقطة تانية خالص، يعني تنظيم النسل وتنظيم الأسرة حاجة وعدم الإنجاب تماما قصة تانية خالص. أستاذة إيفون بتقول مساء الخير، مساء النور، ربنا يحرسكم، وكل الأخبار مش بنشوفها غير مع شنودة يوستينا، يا ريت يتجوزوا وتبقى الظروف. أنا متجوز يا جماعة بقالي 20 سنة، يوستينا أختي الصغيرة. نشكر ربنا إن الروح الحلوة اللي بيننا واصلة لكم، ودي راجعة لحاجتين يا جماعة، راجعة لإدارة قناة قوية عاملة مؤسسة ده معانا، وراجعة لتعاون بيني وبين يوستينا، إن إحنا في الآخر هدفنا إن إحنا نوصل لكم ده، فدي شهادة إحنا نعتز بيها يعني يوستينا أختي الصغيرة ونفرح بيها قريب. الحقيقة مش مضايق يعني أخ قبل ما يكون زميل عزيز الحقيقة. ربنا يخليك يا يوستينا. أستاذ محمود بيقول كيف أكون ضد أجمل إحساس في الدنيا لما تسمع طفلك يقول لك بابا أو ماما، ده بالدنيا كلها. صح يا أستاذ محمود، هو زي ده اللي إحنا برضه كنا بنتناقش فيه في الاول، ده اجمل احساس، دي حاجه ربنا خلقها فينا، ازاي اعمل حاجه ضد الغريزه اللي ربنا ما هو ربنا مش هيحط فينا حاجه غلط، مش هيحط فينا حاجه تضرنا. فكل الاحترام والتقدير للاراء بتاعت حضراتكم. تريس جبر برضو بتقول انا مع فكره التاجيل لفتره محدده فقط لحين الاستقرار المادي والتفاهم بين الزوجين، لكن رفض الانجاب نهائيا دي فكره مش مقبوله، وفعلا الانسان بيحس بقيمه حياته وهو بيربي حته منه وبيشارك رب المجد في عمليه الخلق، خاصة يعني الأمهات، إن عن طريقهم يعني بتتم هذه العملية، وده أعظم إحساس وأجمل نعمة في إيد ربنا، ربنا يفرح كل مشتاق للإحساس ده. فإذا الناس مع فكرة تأجيل هذه الخطوة ولكن مش رفضها تماما. أستاذ وسيم بيقول، أستاذ ماجد إبراهيم بيقول الإنجاب بيكلد الزواج بدري بدري عشان يعيشوا طفولتهم أخين وأختين وإخوات وأصدقاء بدل الواحد. استاذ ميلاد ماهر بيقول مساء الخير والبركه يا استاذ شنوده والاستاذ يوستينا، لا طبعا ما ينفعش زواج بدون انجاب. كل التعليقات متهيألي يوستينا متفقه معانا على يعني مفيش حد مأيد الفكره. طيب على كل حال هنستفيد بقى في القصه دي في فقرتنا الرئيسيه، نكمل اخبارنا ونروح لملف الادويه. هذا الملف اللي دايما الحقيقه حريصين ان احنا نتكلم فيه مع حضراتكم، لان اي تطور فيه معناه ان الناس هتعرف تحصل على الدواء او مش هتعرف، هتحصل عليه بسعر عالي او زياده او بسعر طبيعي. هنتكلم دلوقتي على اسعار الادويه وتوفير النواقص او الادويه المختفيه من الاسواق في الفتره الاخيره. رئيس شعبه الادويه الدكتور علي عوف كان ليه تصريحات بيوضح فيها ان حصل في الفتره الاخيره اعفاء جمركي لبعض يعني الأدوية أو بعض مستلزمات إنتاج هذه الصناعة، لكن قال إن ده مش معناه إن هو هيخفض في سعر الدواء نفسه، ولكن هيقلل من الزيادة اللي جاية. ده معناه أولاً إن في زيادة جاية، وثانياً إن قرار الإعفاء الجمركي مش مؤثر بشكل كبير في سعر الدواء. أيضاً كان في تصريحات على إن هيكون في ارتفاع في سعر الأدوية خلال الفترة اللي جاية. طبعا هنسأل ايه طبيعة هذا الكلام، هل فعلا ذلك يعني القرار هيطبق في الفترة المقبلة ولا لا.
كمان حديث حول قصة نواقص الأدوية وأن هي ترجع تكون متوفرة مرة تاني بعد زيادة الأسعار. نفهم بقى هذا الكلام ونحلل هذه التصريحات، وبينضم لينا على التليفون دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية. مساء الخير دكتور علي. ألو دكتور علي، برحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا، مساء الخير. طيب بداية عايزين نقف شوية مع فكرة الإعفاء الجمركي، لماذا لا يساهم أو لا تساهم هذه القرارات في خفض أسعار الأدوية دكتور من وجهة نظر حضرتك بناء على هذا التصريح؟ أولا الدواء تسعيرة جبرية وهي ليها بعد اجتماعي، والدواء لما بتسعر جبريا اليوم اللي بيتسعر فيه بيتشاف يميها الدولار بكام وبيتسعر على أساسه. فالدولار آخر سعر له كنا بنجيبه من البنك المركزي ب 31، تمام. الدولار النهارده ب 48 او وصل 46، ففي زياده في تكلفه الدولار. فاي اعفاء جمركي هياخد جزء من هذه الزياده، انما مش هيقدر يشيل كل الزياده، يعني مش هيشيل 17 جنيه فرق. يعني الاعفاء الجمركي تقريبا بيخفض قد ايه من قيمه الدواء؟ يعني هيخفض له مثلا 2-3%. 2-3%. بس زيادة الدولار كانت 65% أو 60%. طب هو الإعفاء دي على الأدوية المستوردة كاملة الصنع ولا بنتكلم على المواد الخام نفسها؟ بص حضرتك، هي الإعفاء بتبقى شاملة أدوية سواء كاملة الصنع أو المواد الخام. طيب يعني اذا يعني المفروض ان ده ملف وده ملف، يعني الادويه كامله الصنع لما يحصل ليها اعفاء جمركي اعتقد دي المفروض يكون فيها تخفيض في السعر بنسب اكبر، لان مش هيحصل لها عمليه تصنيع او اي جهود اخرى يعني. لا، هي اصلا الادويه دي جايه من بره على سعر دولار 31 مش سعر دولار 48، وبالتالي التكلفه هنا على المستورد بقت اعلى. يعني دي كانت من الشحنات اللي موجوده في الجمارك ولم يفرج عنها؟ طبعا هتبقى هتخش بخساره، يعني داخله بخساره. وهو جزء لما تعفي الضريبه الجمركيه دي هتعفي جزء، هتقلل جزء من الخساره، انما لا، في خسائر، في خسائر. طيب خلينا ننتقل مع حضرتك لخطوة رفع الأسعار. إحنا يمكن كنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده، وكان المتبقي إن يكون في موافقة من هيئة الدواء. هل هيئة الدواء أصدرت موافقة بخصوص زيادة أسعار الأدوية خلال الفترة اللي جاية؟ لا، لسه ما أصدرتش، وكل ما بتواصل معاهم بقول لك إحنا لسه تحت الدراسة بس. يعني ما فيش زيادة قريبة ولا حاجة، منتظرين لسه موافقة هيئة الدواء. ما نقدرش نحدد اذا كان في زياده قريبه او متوسطه المدى او بعيده المدى، هو هيئه الدواء اللي في ايديها القرار. طب امتى هتتوفر الادويه الناقصه في السوق او الغير موجوده حاليا في الاسواق؟ امتى هنشوفها بقت متوفره؟ هي المشكله في ان الادويه اللي ناقصه هي الاكثر مبيعا والاكثر شهره والاسماء التجاري دايما متداول، انما هذه الادويه ليها مسائل وبدائل ما هيش مشهوره بنفس الكفاءه. فانا بدل ما ابقى قاعد مستني دواء باسم تجاري معين، عندي بدائل ومسائل بنفس الكفاءه. بس طب النواقص دي هل ليها علاقه بان المفروض الادويه اسعارها تزيد فما بيحصلش زياده، فبالتالي الادويه دي لا يتم تصنيعها، ولا القصه دي بعيده عن قصه الاسعار؟ بص حضرتك، هو القصه كلها في انه احنا حاطين الدولة كانت مشكورة بتوفر الدولار للدواء في عز أزمة الدولار بسعر 31 جنيه دولار. صحيح. تمام؟ فاحنا كنا حاطين الفلوس في البنك على سعر 31 جنيه دولار. ده كان يوم الثلاث قبل التعويم، يوم الاربع حصل التعويم، جه البنك قال لنا الدولار ب 48 جنيه، هات 17 جنيه فرق. ال 17 جنيه دي كل شركه سب حجم المواد الخام اللي موجوده، ففي شركات الفرق بتاعها فرق تدبير العمله 300 مليون جنيه. فانت مش قاعده على تل فلوس كاش،
فده اللي نتج عنه ان بقى في تعثر في صناعه الادويه. فانت المواد الخام بتضطر تستنى لما تدبري، وعشان تدبري يبقى لازم تحرك الاسعار علشان تعوضي هذه الخسائر. اذا ده معناه ان لم يحصل تحريك في الاسعار والادويه او المصانع دي ما يكونش عندها خساره، هترجع تصنع مره تانية. الميزه ان المواد الخام في الجمارك، يعني على طول هتلاقيها دخلت وتاني يوم يحصل تصنيع وتنزل السوق. طيب أنا بشكرك جدا دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية. إذن دي تطورات ملف الدواء، لسه هيئة الدواء ما وافقتش على زيادة الأسعار. وتاني بنذكر يعني مصطلح مهم جدا وهو مراعاة البعد الاجتماعي، هل هذه الفترة هذا التوقيت يسمح بزيادة سعر الدواء ولا لا؟ وده اللي أعتقد على أساسه بتتحرك هيئة الدواء. عندنا ثلاث دول أوروبية كبيرة، وحطوا تحت كبيرة دي كده كام خط، يعني أيرلندا وأسبانيا والنرويج، بيعترفوا بدولة فلسطين. إسرائيل تسكت؟ لا ما تسكتش. تعمل إيه؟ طبعا أيوة زي ما حضراتكم تستدعي السفير. أنت ليه اعترفت بدولة فلسطين؟ أنت ليه بتعترف بيها؟ وتاخد منه مواقف كنوع من الضغط. طب تعالوا نفهم بقى التفاصيل. أعلن رئيس وزراء أيرلندا سايمون هاريس إن بلاده تعترف بدولة فلسطين في إعلان مشترك مع أوسلو ومدريد. وقال هاريس: اليوم تعلن أيرلندا والنرويج وأسبانيا اعترافها بدولة فلسطين. رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيث قال إنه بيعتزم الإعلان يوم 28 مايو الحالي الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وتزامنا أيضا معه السيد رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستورا قال إن النرويج ستعترف بدولة فلسطين. الثلاثة أكدوا نفس التصريح، إعلان مشترك وهيعترفوا بالدولة، فإسرائيل تجيب السفير عشان تضغط عليه. الاعتراف بدولة فلسطين بقى عشان ترجع أو تبقى المفاوضات على استئناف عملية السلام على حل الدولتين. مين اللي قال حل الدولتين؟ مصر. مين اللي قال كده في مصر؟ القيادة السياسية الممثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو الاتجاه بتاع مصر من أول يوم. فما يبقى في عندي ثلاث دول أوروبية بتعمل كده، إسرائيل بتضغط، لكن النهاردة يا جماعة تأثير الدول دي مش قليل، وفي حراك في المجتمع الدولي. طبعا زي ما بقول لحضراتكم اسرائيل استدعت السفراء دول، ووزير الخارجيه الاسرائيلي اسرائيل كاتس قال في بيان: اوجه اليوم رساله شديده اللهجه، ومعنا هو على الشاشه، الى ايرلندا والنرويج، لن تلتزم اسرائيل الصمت على ذلك، واصدرت التعليمات لعوده السفيرين الاسرائيليين في دبلن واوسلو الى اسرائيل لاجراء مزيد من المشاورات. طبعا يعني ده مش اول مره نسمعه، والخبر ده بنسمعه كتير لما بتيجي دوله تاخد حاجه موقف اسرائيل. يعني هو يعني انت لا بترحم ولا بتسيب رحمة ربنا تنزل، ما تتكلم وتتفاوض وتقول شروطك وتقول طلباتك وتتكلم وتقول وتحل، ولا انت عايزة تفضل معقدة، ولا انت عايزة تفضل ولعة لمصلحة مين؟ ده السؤال اللي احنا عارفين او شايفين او البعض شايف اجاباته. قصة ان يفضل الموضوع مشتعل، كل ما تاخد خطوات كل ما تعمل حاجة تحصل حاجة تقوم مبوظة الموضوع. الموضوع ده بيتكرر مرة واثنين وثلاث. خطوات رائعة من دول كبيرة، هنشوف خلال الأيام الجاية الدنيا هتوصل بينا لحد فين. لحد هنا وكده أخبارنا انتهت. زي ما اتكلمنا أنا وستينا في الأول على موضوع اللا إنجابية، نتجوز نخلف لأ ما نخلفش مش عارف إيه، الكلام ده كله اللي هو غير مستساغ عن المجتمع المصري. الفقرة الجاية هنتكلم فيه، هنتناقش مع ضيوفنا، هنفتح التليفونات، هنسمع آرائكم، كل الآراء مرحب بيها. خليكم معنا الفقرة الجاية، فقرة مميزة جدا عن اللا إنجابية.